السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي. معانا النهاردة درس جديد من دروس الهندسة، وهو درس تعيين الدائرة. تعالوا نبدأ كده مع بعض في التهيئة. بيقول لي أكمل: لو أ ب ج مثلث قائم الزاوية ب، نقطة د منتصف الضلع أ ج، فلو كان أ ب طوله 6 سم و ب ج طوله 8، فعايز يعرف طول ب د. طب تعالوا كده نتخيل مع بعض، وممكن حتى انتوا ترسموا معايا. الالف ب ج مثلث قائم في ب، طيب يبقى الالف ج ده الوتر، د في منتصف الوتر. انا عندي الف ب 6 ب ج 8، يبقى انا اقدر اجيب طول الف ج من نظريه فيثاغورس. الف ج تربيع هيساوي 6 تربيع زائد 8 تربيع، هيطلع 100 جذرها 10، يبقى الالف ج طوله 10 سم من نظريه فيثاغورس. طيب ايه هو ال ب د؟ طالما ده المنتصف الالف ج، يبقى ال ب د ده متوسط خارج من راس القايمه، واحنا عارفين من السنه اللي فاتت ان طول المتوسط الخارج من راس القايمه بيساوي نصف طول الايه؟ تمام، نصف طول الوتر. انا جبت الوتر 10، يبقى طول ال ب د 5 سم. أول حاجة هنتكلم عليها النهاردة إنه يمكن تعيين الدائرة إذا علم مركزها وطول نصف قطرها. أولاً يعني إيه كلمة تعيين الدائرة؟ يعني إنك ترسم دائرة. لو عرفت مركز الدائرة فين وعرفت طول نصف قطرها، بمنتهى البساطة تقدر ترسم الدائرة. طيب النهاردة بقى هنحط لك شوية ضوابط أو شوية شروط عشان تقدر ترسم الدائرة. ما أنت برضو كبرت، لازم تعرف شوية حاجات أكتر شوية من كونك تمسك البرجل وترسم الدائرة وخلاص. أنا عايزك ترسم دايرة تمر بنقطة معلومة. طب ما دي سهلة، لو أنا عندي نقطة أيا كان، أي نقطة موجودة في المستوى، عايز أرسم دايرة بتمر بيها، يعني محيط الدايرة يمر عليها، دي سهلة، ولكن بيبقى ليها بعض الشروط. يلا بينا نتكلم عليها. بيقول لي يمكن رسم عدد لا نهائي من الدوائر تمر بنقطة معلومة. أظن بدأ الكلام في دماغك يتغير. يمكن رسم عدد لا نهائي من الدوائر تمر بنقطة معلومة. هنبدأ نتخيل مع بعض وهنرسم مع بعض واحدة واحدة. إذا كانت الدوائر المطلوبة أو المطلوب رسمها تمر بالنقطة ألف متطابقة، يعني أنصاف أقطارها متساوية في الطول، فإن مراكز هذه الدوائر جميعها تقع على دائرة مطابقة لهم ومركزها نقطة ألف. طيب واحدة واحدة كده بقى، الكلام ده معناه إيه؟ لو أنا كان عندي، بيقول لك أهو، يمكن رسم عدد لا نهائي من الدوائر تمر بنقطة واحدة ألف، وأطوال أنصاف أقطارها مثلا كلها كل منها كام؟ 2 سم. لو أنا عندي نقطة اسمها ألف زي اللي أنت شايفها دي، أول حاجة هعملها هفتح البرجل بفتحة 2 سم، وبعدين هقف عند النقطة ألف وهبدأ أرسم دايرة بالشكل ده. تمام؟ طيب أي نقطة بقى موجودة على محيط الدايرة اللي أنا رسمتها دي، المسافة ما بينها وما بين النقطة ألف عبارة عن إيه؟ بالظبط عبارة عن 2 سم. طيب جميل جدا، حلو قوي. وكل واحدة فيهم لو أنا وقفت عند أي نقطة من هنا ورسمت دايرة نص قطرها 2 سم، 100% هتمر بمين؟ بالنقطة ألف. آه فهمتك، عشان كده قال لي يمكن رسم عدد لا نهائي من الدوائر تمر بنقطة معلومة ألف، وأطوال أنصاف أقطارها كلها مين؟ 2 سم، كل واحدة فيهم نص قطرها كام؟ 2 سم. طب لو عايز أرسم بقى دواير مثلا أنصاف أقطارها 3 سم عادي، عدد لا نهائي، أنصاف أقطارها 10 سم عادي، عدد لا نهائي، جميل جدا. طب هرسم إزاي؟ يلا بينا بص كده، هحط نقطة وليكن ميم واحد موجودة على محيط الدايرة ألف، وهبدأ أرسم دايرة بحيث ما أغيرش فتحة البرجل اللي هي 2 سم، ممكن أحط نقطة كمان ميم 2 وأرسم دايرة وهكذا، هيطلع لي عدد لا نهائي من الدوائر التي يمكن رسمها بحيث تمر بالنقطة ألف بشرط أن يكون جميعها أنصاف أقطارها 2 سم. تعالوا كده نشوف ثانيا. رسم دائرة تمر بنقطتين معلومتين في نفس الوقت. برضو بيقول لي أنا ممكن أرسم عدد لا نهائي من الدوائر تمر بالنقطتين أ و ب معا، بحيث تقع بقى مراكز هذه الدوائر جميعا على محور تماثل القطع المستقيمة أ ب. طب تعالوا كده نشوف مثال نفهم منه الكلام ده.
بيقول لي في المثال ده ارسم قطعة مستقيمة ا ب طولها 6 سنتي، وبعدين ارسم دايرة تمر بالنقطتين ا و ب في نفس الوقت ويكون طول نصف قطرها 4 سنتي، كم دائرة يمكن رسمها؟ طيب هعمل ايه عشان ارسم دايرة تمر بأ و ب في نفس الوقت؟ أول حاجة هجيب المسطرة ارسم القطعة ا ب اللي طولها 6 سنتي. طب وبعدين هرسم محور تماثل القطعة ا ب زي ما خدنا في أولى إعدادي، يعني حاجة كده بالبرجل، أقف عند النقطة أ بفتحة أكبر من نص المسافة وأعمل قوس من فوق قوس من تحت، وأجي عند النقطة ب أعمل قوس من فوق قوس من تحت، وبعدين أوصل ما بين نقطتي التقاطع، يبقى أنا كده رسمت محور تماثل أ ب. طيب أنا عايز أرسم بقى دايرة يكون نص قطرها 4 سنتي، تمام، وتمر بنقطة أ ونقطة ب في نفس الوقت، يبقى أنا هفتح البرجل بتاعي 4 سنتي، ممكن أقف عند نقطة أ وبالبرجل المفتوح 4 سنتي أحدد قوس صغير على محور التماثل اللي أنا رسمته، ممكن يكون عندي من الجزء أعلى القطعة أ ب، وكذلك ممكن أقف عند أ وأرسم كمان قوس من تحت، يبقى هيقطع برضه محور التماثل ويبقى الطول ما بين ميم 2 وألف 4 سنتي برضه. يبقى عندي مركزين ميم 1 وميم 2 بيقعوا على محور التماثل، أقدر أقف بسن البرجل عند ميم 1 وأرسم دايرة نص قطرها 4 سنتي تمر بألف وب في نفس الوقت، أقدر أقف عند ميم 2 وبنفس الفتحة 4 سنتي أرسم دايرة تمر بألف وب في نفس الإيه؟ في نفس الوقت. يبقى كام دايرة ممكن أرسمها في الحالة دي؟ أقدر أرسم دائرتين. المثال التاني بيقول: في المثال السابق ارسم أصغر دائرة يمكن رسمها تمر بنقطتين أ وب معا، كام دايرة يمكن رسمها؟ في المثال السابق لو جيت رجعت كده بالذاكرة هتلاقي إن أنا كان عندي أ ب ده طوله 6 سنتي، وعايز ارسم اصغر دايره تمر بالنقطتين ا وب. في الحاله دي القطعه المستقيمه ا ب اهي، محور التماثل بتاعها اقدر ارسمه، اقف عند ا وافتح فتحه اكبر من نص المسافه ا ب، واعمل قوس قوسين فوق او قوس فوق وقوس تحت، واقف عند ال ب بنفس الفتحه، قوس فوق يقطع القوس اللي فوق وقوس تحت يقطع القوس اللي تحت، وبعدين اوصل ما بينهم، عملت محور التماثل بالشكل ده، رسمت محور تماثل للقطعه المستقيمه ا ب. عشان اقدر ارسم اصغر دايره ممكنه تمر بالنقطتين ا وب، اصغر دايره ممكنه هي عباره عن الدايره اللي مركزها نقطه التقاطع بين القطعه المستقيمه ا ب ومحور تماثلها هنا، هنا بالظبط. يبقى ممكن اقف هنا وافتح فتحه لغايه الالف، او افتح فتحه لغايه ال ب اللي هي بالظبط هيبقى نص قطرها قد ايه؟ بالظبط كده 3 سنتي، اللي هو نص طول الالف ب، هتمر بالنقطتين الف وب معا. في الحاله دي اقدر اقول له يمكن رسم واحده او دائره واحده فقط تمر بنقطتين الف وب، بحيث يكون نص قطرها 3 سنتي، او لو قالها بالشكل الثاني ان اصغر دايره يمكن رسم دايره واحده بس، بحيث تكون أصغر دايرة تمر بالنقطتين أ وب، ويكون طول نص قطرها نص المسافة ما بين أ وب. تعالوا نشوف كده بعض الملاحظات الهامة. بيقول لي لو القطعة المستقيمة أ ب وعايز أرسم دايرة تمر بالنقطتين أ وب في نفس الوقت، أول حاجة لو الدايرة المطلوبة مني نص قطرها أكبر من نص طول أ ب، يبقى أنا أقدر أرسم دايرتين يمروا بألف وب في نفس الوقت. طيب لو كانت الدايرة المطلوبة نص قطرها بيساوي نص المسافة ألف ب بالظبط، يبقى في الحالة دي هقدر أرسم دائرة واحدة فقط، وهي أصغر دايرة ممكن أرسمها تمر بألف وب في نفس الوقت، وهيكون القطعة ألف ب قطر في الدايرة دي، ومركز الدايرة هيبقى منتصف القطعة ألف ب. طب لو نص القطر المطلوب مني بقى أقل من نص المسافة أ ب، في الحالة دي ما أقدرش أرسم دايرة تمر بالنقطتين أ وب في نفس الوقت. ثالثا
رسم دائرة تمر بثلاث نقاط معلومة. أنا كده اتعلمت أرسم عدد لا نهائي من الدوائر اللي بتمر بنقطة واحدة في المستوى، وكمان قدرت أرسم عدد لا نهائي من الدوائر اللي بتمر بنقطتين، ولكن لو قلت في نفس الوقت هيبقى ممكن دايرتين وممكن دائرة واحدة. طيب خد بالك بقى، رسم دائرة تمر بثلاث نقاط معلومة. لا يمكن رسم دائرة تمر بثلاث نقاط على استقامة واحدة، يعني لو في ثلاث نقط على مستقيم واحد ما ينفعش أبدا أرسم الدائرة اللي بتمر بالثلاث نقط دول، لأن بمنتهى البساطة الخط ده هيبقى خط مستقيم أو قطعة مستقيمة بينما الدائرة سطحها منحنى. طيب يمكن رسم دائرة وحيدة تمر بثلاث نقاط ألف وب وجيم ليست على استقامة واحدة، يعني لا تنتمي لمستقيم واحد، ومركز هذه الدائرة هو نقطة تقاطع أي محورين من محاور التقاطع المستقيمة ألف ب وب ج وألف ج. بمعنى إن الثلاث نقط اللي موجودين ألف وب وج لو وصلتهم ببعض طالما مش على استقامة واحدة هيعملوا لك مثلث، يبقى ممكن بمنتهى البساطة تعمل محورين لأي ضلعين فيهم، محورين لأي ضلعين فيهم يعني هيبقى عمودي على الضلع وبينصفه. في الحالة دي هيتقاطعوا في نقطة، النقطة دي هي مركز الدايرة اللي بتمر برؤوس المثلث أو بتمر بالثلاث نقط. يعني مثال واحد بيقول ارسم المثلث أ ب ج المتساوي الأضلاع والذي طول ضلعه 4 سنتي، ثم ارسم الدائرة الخارجة للمثلث أ ب ج. هرسم المثلث أ ب ج ازاي؟ أضلاعه كلها متساوية، آدي ال ب ج طولها 4 سنتي، أمسك البرجل بتاعي هفتح 4 سنتي واركز عند ال ب واعمل قوس، واركز كمان عند ال ج بنفس الفتحة واعمل قوس، يتقاطعان في نقطة واحدة، أوصل النقطة دي بنقطة ب ونقطة ج وسميها نقطة ألف، أصبح عندي المثلث اسمه ألف ب ج. طيب عايز أرسم الدايرة اللي بتمر برؤوس المثلث ألف ب ج، زي ما اتفقنا عندي ثلاث قطع مستقيمة ألف ب وب ج وألف ج، هات لي أي محورين لأي قطعتين مستقيمتين منهم. يعني لو رسمت كده محور تماثل القطعة المستقيمة ب ج بالشكل اللي أنت شايفه ده، هقف عند ال ب وافتح البرجل بحيث يكون فتح أكبر من ال ب، أكبر من منتصف ال ب ج، وقوس فوق وقوس تحت، وكذلك الأمر عند ال ج قوس فوق وقوس تحت بنفس الفتحة، أرسم يطلع لي محور تماثل لل ب ج. كذلك الأمر لو أنا اعتبرت إن الألف ب هو الضلع التاني اللي هشتغل عليه، فأنا هبدأ أقف عند الألف واعمل قوس فوق وقوس تحت بفتحة أكبر من منتصف المسافة ألف ب، وكذلك الأمر بنفس الفتحة عند ال ب، قوس فوق وقوس تحت يتقاطعان مع القوسين السابقين، في الحالة دي أقدر أوصلهم هيطلع لي محور تماثل آخر للألف ب. كده عندك محور تماثل الألف ب ومحور تماثل ال ب ج يتقاطعان في نقطة واحدة. أكيد شايف النقطة، واخد بالك أهو النقطة دي 100% هي مركز الدائرة اللي بتمر بالألف والب والجيم، اركز عندها بالبرجل سميها نقطة ميم، واركز عندها وافتح فتحة بالبرجل لغاية ألف لغاية ب لغاية جيم، أي واحدة من التلاتة لف واعمل دايرة، هتلاقي الدايرة فعلا بتمر بالتلات نقط ألف وب وجيم. تعالوا نشوف كده شوية ملاحظات مهمة. الدائرة التي تمر برؤوس المثلث تسمى دائرة خارجة لهذا المثلث. تاني حاجة، إن الأعمدة المقامة على أضلاع المثلث من منتصفاتها بتتقاطع في نقطة واحدة، بتكون هي مركز الدائرة الخارجة للمثلث، وده اللي احنا شفناه في المثال اللي فات. فممكن أقول إن مركز الدائرة الخارجة للمثلث هو نقطة تقاطع محاور تماثل أضلاع هذا المثلث. طيب موقع مركز الدائرة الخارجة للمثلث اللي هو هنفترض النقطة ميم هيختلف حسب نوع المثلث. فأول حاجة، لو أنا عندي المثلث بتاعي حاد الزوايا، لو المثلث بتاعي حاد الزوايا هلاقي إن نقطة تقاطع محاور تماثل أضلاعه هتبقى داخل المثلث، يبقى مركز الدائرة الخارجة للمثلث لو هو حد الزوايا هتبقى ميم بتقع داخل المثلث. طب لو المثلث بتاعي قائم الزاوية،
هلاقي ان نقطة تقاطع محاور تماثل اضلاعه هيبقى نقطة منتصف الوتر، يبقى مركز الدايرة الخارجة للمثلث القائم هو نقطة منتصف الوتر. طب لو المثلث بتاعي منفرد الزاوية، هلاقي ان مركز الدايرة الخارجة لهذا المثلث هتقع خارج المثلث. حالة خاصة، الحالة الخاصة بتقول: واحد، مركز الدائرة الخارجة للمثلث المتساوي الأضلاع هو نقطة تقاطع محاور تماثل أضلاعه، وهي نفسها نقطة تقاطع متوسطاته، وهي نفسها نقطة تقاطع منصفات زواياه الداخلة، وهي نفسها نقطة تقاطع ارتفاعاته. ده في المثلث الايه؟ في المثلث المتساوي الأضلاع. طيب الحالة الثانية بتقول: يمكن رسم دائرة تمر برؤوس كل من المستطيل والمربع وشبه المنحرف، و بشرط يكون متساوي الساقين. يعني عايز يقول ان في بعض الاشكال الهندسية تسمح بمرور دائرة حول او بمرور دائرة بنقاطها التي تحددها، زي المستطيل او المربع او شبه المنحرف المتساوي الساقين، وبعض الاشكال الهندسية الاخرى لا تسمح بمرور دائرة برؤوسها. زي مين؟ زي مثلا متوازي الاضلاع او المعين او شبه المنحرف غير المتساوي الساقين، لا يمكن رسم دائرة تمر برؤوسها. تعالوا مع بعض كده نشوف سؤال المتفوقين النهارده، بيقول لي ايه؟ ارسم المثلث ا ب ج الذي فيه ب ج طوله 7 سم، قياس الزاويه ب 120 درجه، قياس الزاويه ج 30 درجه، ثم ارسم الدايره التي تمر برؤوس المثلث واحسب مساحتها باعتبار ان الباي 22 على 7. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.